بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنختار من آيات القرآن أهم شيء يتعلق في الاعتقاد، وهو توحيد الله وإفراده بالعبودية، وهذا ما أرسل به الرسل جميعاً. ما من نبي ولا رسول أرسله الله إلا يدعو قومه إلى أن يعبدوا الله، أن يطيعوه طاعة تامة وحده ولا يشرك معه أحد. فيقول الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد، أي معبودكم واحد. من هو المعبود الواحد؟ زيد، عبيد، فلان، اللام، أنتر، زير؟ لا، إلهكم إله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، ولا معبود بحق إلا هو، وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك جاءت الشطر الثاني من الآية بعد وإلهكم إله واحد، قال تعالى: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، المتصف بأنه رحمن ورحيم. رحمن، رحمن الدنيا والآخرة. رحيم، رحيم الآخرة. ما معنى رحمن الدنيا والآخرة؟ رحمن الدنيا والآخرة أي أنه فضله ونعمه على الجميع، المؤمن والكافر، كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. كان يستطيع الرب سبحانه وتعالى أن يمنع الخير عن الكفار؟ لا، تركهم يعيشون كغيرهم من البشر، ومع ذلك فهم عبيد لله وإن أنكروا العبودية. ما معنى أنكروا العبودية؟ الإنسان أيها الإخوة عبد لله، شاء أو أبى، وهذه عبودية اضطرارية، يعني هو عبد لله غصب عنه ما برضاته. وفي عبودية اختيارية. العبودية الاضطرارية أن كل مخلوق في الأرض كافرا أو مؤمنا يخضع لسلطان الله في خلقه، في إيجاده، في تكوينه، في كونه خلقه الله ذكر أو خلقه أنثى، خلقه طويل، خلقه قصير، جعل هيئته على الشكل المعين، جعل رسمه، أصابعه، تخطيطها، كل شيء هو بإذن الله وبإرادته، ويميته في الوقت الذي يريده الله، ويصيبه من البلاء والمحن بما يريده الله. فإن رضي رضي، وإن لم يرضى كما يقول المثل العامي ينطح رأسه بالحيط. فهذا معناه عبودية إجبارية، كل مخلوق عبد الله. ما هي العبودية الاختيارية؟ الله بين للناس أنه خالقهم وأنه رازقهم وأنه المتسلط في أمرهم وأنه خلق لهم الدنيا والآخرة كما سيأتي في الآية التالية، وطلب منهم أن يفردوه بالطاعة، يعني أن يتحرروا من الخضوع لغيره ويطيعوه هو سبحانه وتعالى. فمن يختار طاعة الله فهو عبد لله باختياره، ما في إجبار في الدين، ما في إكراه، لا إكراه في الدين. هذا هو الإيمان الصحيح. ولذلك جاءت الآية بعدها: إن في خلق السماوات والأرض، خلق السماوات وما فيها من نجوم وأفلاك تسير بشكل منتظم، يدبر الإنسان أوضاعه على حسب تحركات الشمس والقمر وعلى حسب أوضاع النجوم والفلك. فهذا هذه الأجرام السماوية العظيمة تدل على عظم خالقها. والأرض ماذا فيها؟ فيها النباتات، وفيها الحيوانات، وفيها الغث والنفيس، وفيها كل الخيرات التي يحتاجها الإنسان. واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما وتداخلهما ببعضهما البعض. فالليل يستريح فيه الناس ويهدؤون وتسكن أعصابهم من عدم النور، والنهار معاش ينتشرون ويتحركون،
ويتعرضون للشمس التي يحتاجون إليها، والفلك التي تجري في البحر، السفن. قد يقول قائل: السفن بركبوا فيها، طيب مين خلقها؟ قد يقول الإنسان: إيه؟ الإنسان سوى السفن. من الذي خلق قانون الكثافة حتى إذا كان الثقل الموجود في الماء كثافته أقل من كثافة الماء طفى على وجه الماء، ولذلك يجعلون حجم السفينة كبير وهي مفرغة من الداخل فتطفو على وجه الماء. هذا يسمونه في العلوم قانون أرخميدس، لأنه اكتشف هذه الظاهرة أرخميدس عندما ألقى نفسه في بركة في بحيرة وإذا به شاهد قوة تدفعه إلى الأعلى، فخرج بقانونه. ليس هو الذي وضع القانون، الله الذي وضع القانون، ولكن هو الذي اكتشفه. قال: إن في الماء قوة تدفع الأجسام من أسفل إلى أعلى بوزن الماء المزاح، فإذا وضعنا حجرة ثقلها كيلو تنزل إلى الأرض، إذا وضعنا شيء أخف من الحجرة تصعد إلى الأعلى، فالسفينة تصعد إلى الأعلى ويستفيد الناس من الفلك بتقدير الله تبارك وتعالى، فيذهبون من مكان إلى مكان ويتقلبون في الأرض. وتصريف الرياح، الرياح شرقية وغربية وشمالية وجنوبية، يستفيدون منها في تلقيح الأشجار وفي تلقيح الغيوم وكل الأمور التي خلقها الله سبحانه وتعالى بأسباب ومسببات لتسعد الإنسان ويستفيد منها. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، ماذا في ذلك؟ الآيات. آيات هي اسم آيات كونية، في آيات قرآنية نقرأها في القرآن، في آيات كونية موجودة في الكون تدل الإنسان على أن هناك خالقا مصرفا بانتظام ودقة. بالنسبة للسحاب مثلا، لو فرغ كل حمولته في مكان معين لأهلك الحرث والنسل ومات الناس جميعا هم ومواشيهم، ولكن الله ينزل كل شيء بقدر. وإذا نقص عم الجفاف ومات الناس عطشا وتلفت مزروعاتهم وتلفت حيواناتهم. السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، لأدلة لقوم يعقلون. يعقلون ماذا؟ يعقلون عقلا علميا واعيا. إذن القرآن هو العلمي. طبعا الناس يقول بعضهم عن أنه علماني، علماني غير علمي، علماني يعني لا ديني، يعني ما له دين. ما في أحد ما له دين، ولكنه يقصد أنه ليس يهوديا ولا مسلما ولا نصرانيا، إنما هو دينه من اتباع الأهوى والباطل. فإذا الإسلام يدعو إلى العقل، فإذا حرك الإنسان عقله وأزال عنه الشوائب من الشهوات التي يغريه بها شيطان الإنس والجن وصل إلى الحق وعرف الحقيقة وانتصر وعرف لا إله إلا الله وامتثلها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.